معانا دلوقتي على التليفون سيادة اللواء عزة عبد المجيد، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان سابقا. صباح الخير عليك يا فندم. يا سيادة اللواء صباح النور يا فندم. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بيك. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك شايف إشكاليات ومسببات الحرائق داخل المنشآت التجارية والمنازل؟ والله أنا عايز أقول لسيادتك على حاجة. اتفضل. احنا النهاردة يعني المفترض ان احنا انا سمع برضو البرنامج بتاعكم مع لقاء السيد المهندس الاستشاري الكهرباء، وكلامه طبعا منطقي جدا ان احنا عندنا كود يتعلق بكافة استخدامات المنشآت، لان المنشأة حضرتك بتختلف من منزل لمنشأة إدارية لمنشأة طبع. صناعية. المنشأة الصناعية دي حضرتك بيختلف فيها نوع التصنيع، وبالتالي بيختلف فيها المواد الخام اللي هي داخلة في التصنيع، وبالتالي أيضا بتختلف أحمال الكهرباء المستخدمة في هذه المنشآت. بيرتبط طبعا اختلاف الاحمال بقطر الموصلات اللي هي السلك، وايضا مفاتيح الفصل تلقائيه التشغيل اللي لازم تتناسب والاحمال. المفترض حضرتك كمان ان احنا فيما يتعلق ب السيفتي فاير، الحريق بصفه عامه. الحريق بصفه عامه ليه منظومتين. المنظومه الاولى اللي هي الوقاية. الوقاية من نشوب الحريق. الوقاية دي بيتحدد لها إجراءات، وطبعا برضو هذه الإجراءات بتتناسب مع مساحة المنشأة، بالإضافة لحجم الإشغال للمكونات اللي داخل المنشأة. بمعنى إيه حجم الإشغال؟ حجم الاشغال ده انا النهارده حضرتك عندي، فلنفرض بس سيادتك ان انا عندي مصنع والمصنع ده بينتج منتج معين. هذا المنتج بيستخدم فيه مواد خام قابله للاشتعال. ايوه. المكان اللي بيتواجه المنشا اللي بيتواجد فيه حجم المواد اللي قبل الإشعال، وطبيعة هذه المواد، طبيعة هذه المواد. فالمفترض ان انا حضرتك بعمل حتى تقسيم وطبيعة المنتج اللي بيصنع في هذا المكان. بيختلف في معايير السلامة والأمان اللي مفروض تراعى داخل المنشأة؟ لازم. يعني حسب الانتاج اللي هيخرج من المصنع ده او المواد المستخدمه فيه بعمل معايير مختلفه اكثر امانا. هو شوفي حضرتك، انا في البدايه عايز اقول لحضرتك ايه. احنا عندنا النهارده يعني مثلا الحريق اللي حصل امبارح في العلم، انا النهارده عندي المنشأ اساسا منشأ لما تم انشاؤه وتم التصميم بتاعه تم انشاؤه على انه منشا سكن. المنشا السكن ده المعايير الهندسيه في انشائه المعماريه والانشائيه ايضا بيراعى فيه ان ده منشا سكن، وحدات سكنيه بتعيش فيها اسر. تمام. لكن لما نيجي النهارده نقول المنشا السكن ده احنا عايزين نستخدمه مش للسكن، عايزين نستخدمه كمكان للتصنيع او كمكان للتخزين. ده قصه ثانيه خالص. لازم يكون في اجراءات ثانيه طبعا يا سياده اللواء. طيب حضرتك تنصح الناس بايه مثلا لو حصل لا قدر الله حريق في بدايته نتعامل ازاي؟ واحنا لما يحصل حريق يبقى احنا منظومه الوقايه فشلت. لان المفترض واخد بال حضرتك ان منظومه الوقايه بيراعي فيها زي ما قلت لك الاحمال، بيراعي فيها حمل الاشغال، بيراعي فيها طبيعه الاستخدام. يبقى احنا النهارده ايه، كل ده لم يراعى او لم ينفذ بشكل صحيح ومناسب لطبيعه المنشا وطبيعه الاستخدام،
ودخلنا بعد كده بقى في المنظومة الثانية اللي هي منظومة المكافحة. المكافحة طبعا بتختلف حسب حجم الحريق بقى والخسائر المتوقعة فيه والمواد المستخدمة أو المشتعلة، لأنها بتختلف في طريقة الإطفاء. برافو عليك، بالك انت. وطبعا يلزم جدا جدا جدا، وده شيء طبعا يعني يمكن اصبح صعب دلوقتي، ان مهم جدا ان التدخل يبقى في بدايه الاشتعال، في بدايه الاشتعال عشان ما ينتقلش لمناطق ثانيه او تبقى الخسائر لا أرض. عشان كمان الحجم الاشتعال، العنصر البشري اللي هيبقى موجود في مكان في المنشأ نفسه يبقى عنده القدره على السيطره في بدايه الاشتعال. يعني احنا حضرتك حتى ادارات الحمايه المدنيه على مستوى الجمهوريه بتتولى تدريب العاملين في كافه المنشآت على التدخل في بدايه الاشتعال كمستجيب اول لحين وصول كويس المكافحه. وطبعا ده بيبقى لازم كمان يبقى فيه الخراطيم الخاصه بالمياه وادوات الاطفاء، يعني كل ده لازم يبقى فيه الوسائط الاطفائيه كلها لازم تبقى متوفره في المنشاه. وبرضه نرجع تاني نقول حسب طبيعه استخدام المنشاه. صحيح، لو هي منشاه بالفعل عشان تكون مصنع او مكان للتصنيع او مخزن او كده فده محتاج اشتراطات معينه، لكن تحويل المنازل والاماكن الاداريه الى مكان التصنيع ده اللي بيسبب مشكله. كل شكر لسيادتك طبعا سياده اللواء عزت عبد المجيد مدير اداره الحمايه المدنيه بمحافظه اسوان سابقا.